يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن في بلد يكثر فيها عدد الرافضة على عدد أهل السنة، مما يحتم علينا الاختلاط بهم في العمل وفي كل مكان. والسؤال هو أن كثيرا منهم اسمه عبد النبي وعبد الرسول وعبد الحسين وغير ذلك، فبماذا نناديهم؟ نادهم باسمائهم واسمه عليهم، اسمها عليهم، أما أن تناديه باسمه الذي هو معروف به. نعم.